بتطلع بالمراية بحس حالي البنت اللي عمرها 18 سنة، والشعر والميك اب والصدر يعني بيني وبين حالي كداخلة من جوا انه بنت. هيدا الشيء بيبسط انه انت الله نقاكي تكوني مختلفة، بس الناس ما بيخلوكي مبسوطة باختلافك. بحط ايدي على قلبي عن جد لما بمشي بشوارع لبنان، بحط ايدي بقول يا رب وصلني على المطرح اللي انا رايحة عليه بسلام. امرأة ترانس بلبنان بدك تضلي مخبية. لما بدك تطلع على السهرة بدك تخافي الجار يشوفك، وتخافي فلان يشوفك، وتخافي ابو السيرفيس يضربك او يتعرض لك. كثير بحاول فتش على شغل، للأسف بسبب وضعي مرفوضة. تقريبا مستحيل انه البنات الترانز يلاقوا شغل. احنا بنقدم حالنا كبنات بس بطاقات الهوية تبعتنا لسه بتقول ذكر. كنت طالعة على البقاعة وقفوني، طلعت لعند الضابط، بلش بالضرب فيه، يضربني بالسنتور، يضربني بالبوت اللي لابسه. كان معه مكنه تبع كهرباء، اول شيء عم يخوفني فيها اذا ما بحكي، بعدين كهربني فيها. ما قدرت احكي شيء بسبب ميولي. بحال تعرضت لاي شيء ما في انزل اتشكى، حتى يعني بدك تاكلي او تسكتي. الاجهزه الامنيه بدل ما تكون هي اللي المصدر الخوف للترانز، تكون هي مصدر الامان للترانز. ما بنطر حدا لي انت قويه، بعرف حالي اني قويه وراح كمل. بدك على القليل تكوني قويه حتى تقدري تكوني واقفه على اجرك، على القليل حتى تفرجيهم انه انا موجوده على الارض، انا بقدر ادرس، بقدر اتخرج، بقدر اصير دكتوره، بقدر اصير معلمه، بقدر اصير فنانة، بقدر اصير شو ما كان. بدنا حقوقنا ورح نضل نطالب بحقوقنا لحتى يتغير القانون.